ازدياد ملحوظ في مرتادي نوادي رفع اللياقة البدنية من قبل العديد من شبان مدينة حلب المحررة، ففريق منهم يرتاد هذه النوادي بهدف رفع المعنويات والخروج من واقع الحرب التي تشهدها مدينتهم. في المقابل فإن غالبية مرتادي هذه النوادي من الشباب المقاتل الثائر الذي يجد في تلك النوادي فرصة لرفع لياقته الجسدية وليمرن جسده على تحمل أقصى أنواع الصعوبات التي قد يواجهها في المعارك ضد قوات النظام. أبو عبود الحر يدير إحدى تلك النوادي في مدينة حلب يحدثنا عن هدفه من إنشاء النادي الذي يتمرن فيه العديد من المقاتلين. أنا كنت أحد تنسيقيات أحرار المرجع، وعلى علم أنه ما كان يدخل الجيش الحر اللي عنا على حلب، فلما دخل الجيش الحر على حلب واستلم وصار الله يقوي على الجبهات، حولت النادي من مكان لمكان مشان أدرب فيه المجاهدين والأحرار والسوار مشان يتمكنوا من بشار الأسد على الجبهات. يوفر النادي لمرتاديه العديد من أجهزة رفع اللياقة البدنية ويشرف على تدريبات المتنوعة المدرب المحترف رعد عبيد، حيث يعمل على رفع لياقة المقاتلين على الجبهات كي يكونوا في أقصى درجة الجاهزية البدنية. أستاذ الكريم، نحن الفضل لله عز وجل في عنا هون نادي كامل من كل الأجهزة، الفضل لله في عنا مثل جهاز المشاي على الكهرباء، مثل الرجاجات للتنحيف، في عنا أجهزة كاملة للصدر للإجري للكتاف للأباط، لجميع الأجهزة يعني الفضل لله هون عز وجل مكتملة، وعم ندرب هالشباب المجاهدين والبدنيين على هالأمور، هاي الرياضة ورفع معنوياتهم، والفضل لله يعني عنا الإقبال ما شاء الله. يعني نوادي رفع اللياقة البدنية تنتشر بكثرة في المناطق المحررة في حلب وتوفر للثوار أو المدنيين فرصة لرفع لياقتهم وبناء جسم قوي سليم، وهي كذلك توفر الأجواء الرياضية التي تروح عن نفوس مرتاديها في ظل أوضاع الحرب التي تعيشها المدينة. لأورينت نيوز، أحمد الصوراني، حلب.